صباح الخير، عاملين ايه النهارده؟ باذن الله هوريكم طريقه جديده لتعقيل الكراسوله. طبعا من الاوراق مش من فرع ولا حاجه، متجدر في الميه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا يمكن دي بقالها فتره كبيره، وبصوا شعيرات يعني زي الكنافه بالظبط. هقول لكم ازاي اللي حصل معاها وازاي وصلت للمستوى ده. ما تنسيش تدعميني بلايك وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة كده. الكراسولا من النبات سهل جدا ان هو يتعمل منه، يتجدر في المية، او ان انت تعملي منه خلفات او تكاثر جديد من اوراقه مش بالعقلة وبس. فانا هنا اخدت بعض الاوراق وكنت عاملة لها عملية زي ترقيد كده بالستريتش. كان الاستريتش ده مغطي الطبق، يعني مغطي كده، والورق محطوط بالشكل ده من الفتحات، يعني بالظبط كأنك مغطية بستريتش كده وبفتحات حاطة من هنا. هو جدر فعلا واخد وقت شوية، ولكن كان في واحدة وقعت في الطبق هنا، فلاحظت سبتها، يعني قلت انا عندي اوراق كتيرة، قلت مش مشكلة واحدة وقعت. فبعد يومين بالظبط لقيتها جدرت بسرعة وما خدتش وقت. فانا هنا هعمل، سبتها في المية وصراحة سبتها كتير، فطبعا مش كده، مش هتفرع اللي هي كده، ادتني الشعيرات الجذور اللي انا اشتغل بيها. بصوا كتيرة يعني ما شاء الله. فاحنا هنحاول ان احنا نجدرها دلوقتي ونعملها. انا هنا جبت بوت او قصير صغير انا كنت مستخدماه قبل كده، وهنا هستخدمه صغير لان يا دوب الكراسوله انا مش محتاجه، مجرد ان انا بس هحطه على الفتحات تحسبا بس عشان تصريف جاي لو ايدي زادت في الصرف ولا حاجه، ان يبقى في حاجه على الفتحات عشان ما تسدش. وهنا انا عندي خليط من التربة عبارة عن بيتموس وبرلايت وكمان حبة رمل او طمي مخلوط برمل، كبشة كده صغيرة على قد القصيص اللي انا هحطه فيه، وهحطه بالشكل ده. هشيل بس اي ورقة او اي حاجة جت بالخطأ معايا. التربة دي ما استخدمتش قبل كده، انا مطلعاها من الكيس اللي كنت جايبة فيه البيتموس. تمام، وانا هنا عندي مية، انا بس هبل التربة قبل ما اشتغل فيها اهو، يدوب بس كده. وهجيب اللي انا عملتها دي اهو، هعمل بصبعة كده او باي قلم رصاص او باي حاجة، وهحط الجذور اهو. تمام، وهاخد التانية كمان وهدخلها بالشكل ده، وهقفل يعني هي بس عشان ليها جذور هحطها بس كده، وهسيبهم كده وهستنى هشوف النتيجة بتاعتهم بإذن الله هتكون ازاي. وهوريكم كمان نوع من الأفرع استخدمت ليها طريقة سريعة وكانت حلوة جدا. تمام، وبقى كده عندنا هيتحط في مكان ظل، ما يكونش شمس غير مباشرة، ويعني ممكن في البلكونة في الاتجاه اللي فيه شمس قليلة، أو شمس مثلا يكون متداري ما بين حاجة، أو شمس مباشرة مش هيأثر عليه خالص، وهيطلع لك بإذن الله. وهنرش عندي تمام الجفاف، طبعا أنا مش محتاج إن أنا أغرقها أوي، يدوب يمكن ربع فنجان بالظبط ليها ناحية الجذور من هنا ومن هنا. طيب هوريكم برضو النظام الغرس ده برضو عامل ايه. هنا ده طبق تاني انا كنت غرساه، طبعا دول محطوطين على وش التربة برضو مجدر. في حاجات هتعمل زي كده هتبوظ، لكن هتلاقيها من هنا طلعت اللون الاحمر ده كده. انا برضو عايزة اوريكم واحدة جدرت يا جماعة، فانا للأسف يعني هي مسكت. طبعا هوريكم، بصوا اهي مجدرة. طيب هي هتاخد وقت عشان تطلع لك الوردة بتاعتها او الانبات بتاعها. تمام، ودي يا دوب انا برشها بالمية كل كام يوم كده لما تعطش، يعني ما تنشف بس التربة، يعني ده امبارح بس. خلاص عرفنا ان انا ممكن احط الكراسولة في نظام غرس في التربة، او ممكن اجدرها في مية وبعدين انقلها. طيب نبص بقى هنا، ده ورد الكلانشو كنت قطفته.
هنا بقى انا جبت ده مش بستخدمه، طبق كان بتاع المعالق وكده، فرشيت تربة وحطيت الورق بتاعي على وش التربة. طبعا بص بقى ما شاء الله اللهم بارك، الورق كله منبت. طيب الورق نبت ازاي؟ الورق نبت على العصارة المية الداخلية اكتر، الورق بيكون فيه مية حتى لو سبتيه ما سقتوش هينبت. تمام، يعني بصي هنا، بصي اهي طلعت اللهم بارك، نبص هنا كمان اهي. طيب نشوف حاجة كمان اكبر اهي، عايزة اوريكم كمان الانبات هنا. انا برش التربة كل فترة، يعني كل، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، دي بصوا بداية انبات من اوراق الكراسولا. طبعا في اوراق كتير ممكن ان هي تتعمل على وش التربة او بالغرس، انا جربت نظام الغرس ونجح برضو، عمل جذور، مش هقولك لا عمل جذور حلو قوي، بس لسه ما شفتش انبات، وغالبا بعد كده انا هنقل كل 2 أو 3 في قصيص اكبر شويه، فانا سايباهم دلوقتي كتجربه لان انا اول مره كنت اجيب الكراسوله، ومبسوطه جدا بالنتيجه اللي انا وصلت لها. بصوا كمان هنا معايا الورق ده ما كانش محطوط على في تربه، كان محطوط كده وخلاص، يا دوب بترش ميه، لكن لاحظت ان الورق اللي على وش التربه جدر اكتر من اللي حطيته في الميه ومن ونبت بسرعه. بصوا هنا كمان دي عقله صغيره، عقله صغيره كانت هتموت مني في زياده ري، فلقيت الجدر عفن وضرب سواد كده وخلاص يعني، فقصيتها وحطيتها هنا، ما شاء الله في انبات ملاحظينه. بصوا بقى هنا كمان، بصوا عايز اقرب لكم اهو في انبات، طبعا بما ان هي لسه بادئه، لكن دي من بدري انا مش مستعجله خالص، احنا بنتعلم يا جماعه. شوف تخيلوا بقى ان الورق ده هتوزعه على حبايبكم واصحابكم وتدوا كل الناس وتهادوا كل الناس من اوراق الكراسوله بعد ما تعملوها، لو هم يحبوا ان هم يعملوها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني يفضل ان احنا برضو يعني ما نحركهاش، هي النبات الكراسوله نبات حمول جدا، بيستحمل تحط في الشمس يتحط في الظل، لو في الشمس هيديكي الاطراف الحمراء دي، انا كنت حطها في الظل فمحتفظ باللون بالخضر بتاعه، لكن هي لو في الشمس هتديكي اللون ده، وفي نفس الوقت هتلاقيها فيها عصاره من الميه، هي بتمتص وتطلع من الميه دي، وكل اللي انا بحتاجه بالبخاخة او بالمية، كل ما التربة عندي تنشف او تجف تماما خالص بيبقى لونها خالص زي التراب، بتبقى ناشفة كده يا جماعة، يعني بتبقى بصوا كده، اول ما تنشف بالشكل ده بالبخاخة هترشي عليها وهيحصل الانبات الجميل ده. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو، استنوني باذن الله هعمل لكم فيديوهات تانية عن الكراسولة، وازاي ناخد عقل منها، وازاي من فرع واحد يبقى عندنا افرع كتيرة باذن الله. الكراسولة نبات متحمل للعطش جدا، يعني ممكن تسيبيه بنعرف ان هو عطشان لو الورق بتاعه كرمش او حصل فيه نغمشة زي كده، لكن هو ما شاء الله انا دلوقتي كنا بنعمل تكاثر عن طريق العقل، سوري الاوراق، وان شاء الله يكون يفيدكم الفيديو. دي تجربتي مع الكراسولة، ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، نجاح كل النموات والاوراق باذن الله، وان شاء الله هوريكم في فيديو جديد ازاي النموات دي كبرت وازاي هنقلها في حاجات قصص مستقله وهنتابعها ازاي في الري والتعامل. النهارده شفنا مع بعض ازاي نعمل تكاثر لاوراق الكراسولة، يا رب الفيديو يكون عجبكم باذن الله وتكونوا في اتم استفاده وافضل حال باذن الله. ما تنسوش دعمكم ليا بلايك وسبسكرايب للقناه، كمان شير لاصحابكم، لان زراعه الكراسولة من اجمل النباتات الجميله الطيوبه الحبوبه كده اللي هتعجبك جدا. تحياتي ليكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.